اسمي فاتن بوليفة، مغربية من طنجة، عايشة هذه 22 عام 23 عام فلسطين، مقيمة تما محامية. أنا ما عشت بزاف المغرب في هذه الفترة ديال الحكم ديال سيدنا محمد السادس، ولكن الانعكاسات ديال الإصلاحات اللي عملها شايفينها حاسينها ومستفدين منها. أنا كأم من طفلتين فلسطينيتين كان عندي فخر وشرف أن الإصلاحات القانونية أعطتني حق نعطيهم الجنسية المغربية، فبالنسبة لي اللي جبت بناتي في هذه الأوكازيون معايا باش يعرفوا تهم مغاربة، عندهم وطن سميته المغرب، عندهم شعب كبير سميته المغاربة، وعندهم ملك رائع سميته سيدنا محمد السادس. وبالنسبة لي لهذه الإصلاحات القانونية هي أكبر حاجة كنشوفها كتأثر علينا حنا التم بعيد، كتعطينا حقوقنا حتى وحنا بعد، فهذه بالنسبة لي أكبر إصلاحات كنعتز بها وكنفتخر بها. فؤاد أحيدار، رئيس برلمان في بروكسل. الأول حاجة كنشكر الملك ديالنا محمد السادس اللي عرضنا على هذا الحفل هذا، 20 سنة ديال عيد العرش، حفلة كبيرة، وكتقدم البروجي اللي دار الملك، الحمد لله تقدم المغرب، دار واحد لابلاس ايكونوميك، زعما كان بزاف ديال لي بروجي اللي تقدمات. أنا نهضرو غير على التي جي في، مي ماشي نقولوا زعما التي جي في خاص اللي خصنا، مي كاين لي بروجي، كاين مثلا لي زوتوغوت، كاين الحمد لله المغرب نقولوا في هاد الساعة تقدم مزيان، ماشي زعما غير بقات واحد الحاجه ناقصه، شي حاجه على قضيه الشغل، قضيه الخدمه ديال الشباب، وهذه مشكله في اوروبا كامله ماشي غير بلجيكا مثلا غير المغرب. دابا حتى في اوروبا كنتشكوا بالنسبه للشباب ديالنا كيخرجوا في المدرسه وما كانش الخدمه. نورا البار، طبيبه ساكنه في ايطاليا في ميلانو. بالنسبه للانجازات اللي شفتهم في العائله باغ اكزومبل، بالنسبه للمدونه اللي عطات حقوق بزاف للمراه والاسره، الانجازات في التكنولوجيا اللي تي جي في وصل المغرب، في لينيرجي رينوفلابل اللي ولا اكبر بلد من البلاد العالميه اللي وصل لهذه الانجازات المهمه، بالنسبه للحقوق، بالنسبه للتنمو الاقتصادي، يعني بلادي وصل بزاف وانا مفتخره بزاف به، ومفتخره نكون مغربيه وعايشه في الخارج. يوسف الجويري من مملكه اسبانيا. انا بالنسبه لي الانجازات اللي كنتذكر هي في الحقيقه انجازات كثيره. انا كنتذكر منها على سبيل المثال طنجاميد اللي هو في الحقيقه انجاز كبير، كذلك تي جي في كذلك اللي هو انجاز كبير بالنسبه مقارنه مع الدول سواء الافريقيه او العربيه، يعني الدول اللي في المستوى ديالنا هذا كان يعني يعد انجازا كبيرا. كذلك مدونه الاسره اللي فعلا حدث واحد التحول يعني كبير بالنسبه للمجتمع المغربي. كذلك يعني الاستثمارات اللي قام بها سيدنا والتوجيهات ديالو في افريقيا اللي هذا يعني يعد يعني مفخره لنا، يعني ثاني بلد افريقي، يعني ثاني بلد افريقي بعد جنوب افريقيا الاستثمارات في افريقيا، ان لم يعني اذا استثنينا يعني الاستثمارات الصينيه الجنوب افريقيه، فبهذا يعني الا درنا يعني فرقناها فكيولي المغرب هو اول بلد يعني افريقي يستثمر في افريقيا. بالنسبه لغرب افريقيا المغرب بدون منازع هو البلد يعني المستثمر الاول. كذلك بالنسبه يعني طرق السيار، يعني شبكه الطيران سواء الخارجي او الداخلي، يعني الحمد لله كنشوفوا تحولات كبيره بالنسبه للمغرب على مستوى يعني المدن، على مستوى القرى، يعني تقريب الاداره المواطنين. بالنسبه للجاليه المغربيه، ان الجاليه المغربيه اليوم الحمد لله يعني اصبحت يعني عندها الامور سهله اكثر من الجاليه قبل، مثلا يعني الشباك الواحد بالنسبه يعني هذا اللي دارتها اللي قامت بها الوزاره ديال الجاليه مشكوره في شخصها معالي الوزير السي عبد الكريم بن عتيق، انهم جاوا لنا يعني الشباك واحد حتى عندنا، بالنسبه لنا احنا وصلوا عندنا حتى لاسبانيا بلجيكا لدول اخرى، فهذا يعد يعني انجاز كبير بالنسبه لنا احنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.